هيمضوا لما نخلص. خلص بس. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادي الأهلي ليوم الخميس الموافق 30/11/2017 لاختيار مجلس إدارة للدورة من عام 2017 حتى عام 2021، وفي ظل ظروف استثنائية شهدت حشود كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية وفي أجواء مشحونة وتنظيم كنا نتمناه أفضل مما كان، فقد تحمل السادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية بصفتهم اللجنة القضائية المشرفة العبء الأكبر في احتواء الأمور والحيلولة دون تفاقمها، لذا لا أملك إلا شكرهم جميعا، فقد كانوا بحق عنوان للحيدة وتحمل المسؤولية، كما أهدي أعضاء وجماهير النادي الأهلي هذا المجهود. مع الشكر لاستيعاب أغلب أعضاء الجمعية العمومية لأحكام اللائحة الاسترشادية الحاكمة لعمليتي التصويت والفرز، وقبل كل شيء حمى الله مصر من كل سوء ورحم شهداء الوطن. وبعد، إليكم البيانات الآتية: عدد المقيدين بالجمعية العمومية 138,539، عدد الحضور 36,939، الأصوات الصحيحة بلغت 34,193، عدد الأصوات الباطلة 2,746، وبالتالي تكون نسبة التصويت 93% ونسبة الحضور 26.66%. وقد أسفرت العملية بشقيها الاقتراع والفرز عن النتائج الآتية: العضوية أقل من 35 سنة، فقد حصل وبحفظ الألقاب محمد الجرحي على 20,000، محمد سراج الدين، أنا مش هعرف كده يا جماعة أعلن لكم النتيجة، محمد سراج الدين 19,658، مهند مجدي 19,222، شيرين منصور 12,555، مروان هشام 10,949، أحمد مصطفى 10,924، عمر ربيع ياسين 7,391، حسام زيدان 702، محمد سعيد أبو الفتوح 388، العضوية فوق 35 سنة مع حفظ الألقاب أيضا: خالد مرتجي
22912. محمد الضماطي 21411. رانيا علواني 21017. إبراهيم الكفراوي 21007. جوهر نبيل 18. طارق أنديل، آسف، طارق أنديل 19642. جوهر نبيل 18760. هاني سر الدين، هاني سري الدين 13823. محمد جمال هليل 12191. حمد الكنيسي 12110. إيهاب ماضي 11801. خالد حبيب 11678. محمد يحيى عيسى 10394. منى عبد الكريم 4889. هشام فوزي 833. نادر حمادة 797. أيمن فتح المرشدي 761. خالد سليمان المحامي 717. أحمد زكي خليل 423. أمين الصندوق خالد الدرندلي 21857. كامل زاهر 12334. نائب الرئيس العمري فاروق 19923. مصطفى فهمي 14269. الرئيس مقعد الرئيس، الهدوء، مقعد الرئيس. مقعد الرئيس محمود الخطيب 20956. محمود طاهر 13182. محمد ثابت 30 صوت. الهامي عجينة 27 صوت. وبالتالي محضر تشكيل اللجنة، محضر تشكيل اللجنة. وبالتالي يكون مجلس إدارة النادي الأهلي بعد عملية الاقتراع التي تمت يوم الخميس الموافق 30/11/2017 على النحو التالي:
ويكون مجلس إدارة النادي الأهلي بعد انتهاء عملية الاقتراع والفرز على النحو التالي: الكابتن محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب رئيسا، نائب الرئيس العمري فاروق محمد عبد الحميد منصب أمين الصندوق خالد محمد علي الدرندلي، أعضاء فوق السن خالد عبد المحسن كامل مرتجي محمد عمر محمد الضماطي رانيا عمرو مصطفى علواني إبراهيم كامل كامل السيد الكفراوي طارق حسن عبد الحميد حسن أنديل جوهر نبيل جوهر محمد أعضاء تحت السن محمد جمال عبد القادر الجرحي محمد زكريا عبيد سراج الدين مهند مجدي محمد عبد العزيز واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات القضائية المشرفة على الانتخابات بتشكر أعضاء الجمعية العمومية وبؤكد على أن هذا الحشد يتناسب مع قدر وأهمية النادي الأهلي وكل انتخابات وأنتم طيبون وشكراً.